أهلا بكم في هذه النافذة المغربية، نقدمها لكم من العاصمة المغربية الرباط. ساعات تفصل المغرب عن انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية والبلدية. انتخابات ستحدد شكل البرلمان المقبل وكذلك شكل الحكومة للسنوات المقبلة. في الساعات الأخيرة تكثفت الحملات الانتخابية والاستعدادات للاستحقاق الانتخابي وسط رقابة من 100 مراقب دولي وآلاف المراقبين المحليين. كيف تبدو الصورة عشية الانتخابات وما الذي ينتظره الناخبون؟ الاستطلاع على الأوضاع في كافة المدن المغربية، انضم إلينا شبكة مراسلينا هنا في المغرب، ونبدأ من عند ابتسام حجاج مفادتنا إلى مدينة الدار البيضاء. ابتسام، كيف تبدو الأجواء في الأنفاس الأخيرة من الحملات الانتخابية قبيل إعلان الصمت الانتخابي؟ نعم فتيحة، مدينة الدار البيضاء على أهبة الاستعداد للاقتراع الذي سينظم غدا، وقد أكملت السلطات المحلية تجهيزاتها وتحضيراتها اللوجستية والأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بشكل جيد، كما تم تجهيز مراكز الاقتراع في جميع مقاطعات وعمالات مدينة الدار البيضاء، كما تم تزويدها بالمنشورات وكذلك اللافتات التوضيحية والإرشادية من أجل استقبال الناخبين يوم غد على الساعة 8 صباحا. هؤلاء الناخبون هذه السنة سيتمكنون من التصويت على أساس بطاقة التعريف الوطنية، وهذا ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في بلاغ هذا اليوم. أما بالنسبة للأحزاب السياسية فهي تواصل وتتسابق مع الزمن، سواء كان ذلك عبر الحملات الانتخابية والدعائية والجولات الميدانية في الشوارع والأحياء أو على مواقع التواصل الاجتماعي، على أمل إقناع أكبر عدد من الناخبين للتصويت لها، خاصة الشباب الذين يمثلون الفئة الاجتماعية الأكبر عددا في المغرب. والرهان هو كبير جدا على مدينة الدار البيضاء، مدينة الدار البيضاء التي تشكل الرهان الاقتصادي، أقصد الشريان الاقتصادي للمغرب. هي كذلك مدينة تضم أكثر من 4 ملايين نسمة، بالإضافة إلى أنها تضم خمس المسجلين أو الناخبين الجدد هذه السنة، وهو ما يعادل 19% حسب آخر بيانات المندوبية السامية للتخطيط. نعم، طيب ابتسام، نرحب كذلك بانضمام عزة غريبة من مراكش وعبد الرحيم الفارسي من الرباط. عزة، يعني الأجواء في مدينة مراكش، انتظارات الناخبين على بعد ساعات قليلة من بداية الاقتراع. نعم فاتحة، الحملات الانتخابية في الشوارع ربما تسارعت وتيرتها في الساعات القليلة الماضية، ولكن الآن هي وصلت إلى ختامها لأننا دخلنا في حظر التجول، وبالتالي الحملات ربما الإلكترونية الآن هي على قدم وساق بانتظار أن تدق الساعة عند منتصف الليل وندخل الصمت الانتخابي. ولكن الانتظار الذي سألتني عنه هو ربما لائحة طويلة جدا من المطالب، وعلى رأسها المطالب المعيشية، خاصة أن هذه المدينة السياحية بامتياز المدينة العريقة وهي الوجهة السياحية العالمية، قد عانت الكثير بسبب فيروس كورونا ووقف الرحلات الدولية وعدم تدفق السياح إليها، وبالتالي هي ترغب في سياسات جديدة تعطيها دفعة تنعش الاقتصاد ويتنوع هذا الاقتصاد أيضا كما استمعنا من المراكشيين. إذن هناك ربما طلبات متعددة وآمال كثيرة معقودة على هذه الانتخابات، رغم أننا لمسنا أن الثقة بالأحزاب السياسية متراجعة بشكل كبير. شكرا عزة غريبة من مراكش. أنتقل الآن إلى الرباط. عبد الرحيم الفارسي، لو تحدثنا عن مشاهداتك اليوم في العاصمة المغربية، كيف تبدو الأجواء في الشارع؟ هل يعني استغلت الأحزاب أو وظفت هذا اليوم الأخير من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأنصار والناخبين؟ بالتحديد هذا ما فعلت فاتحة في هذه اللحظة. الآن أشاهد أن حتى عدد السيارات التي
تسير في الطرقات الفاصلة بين مدينة الرباط وسلا قلت بما أننا دخلنا مرحلة الحجر أو حظر التجول المرتبط بكوفيد 19، ولكن قادة الأحزاب وزعماؤها الآن متجمعون في بيوتهم أو في مراكز أحزابهم لبحث استراتيجية الساعات الأخيرة غدا حينما تنطلق عملية الاقتراع، بحيث أن كل واحد من الزعماء سيحاول أن يحشد وسائل الإعلام وأن يحشد حتى الأنصار في المراكز الانتخابية التي سيدلون فيها بأصواتهم، وبالتالي فإن الصور المعبرة هي التي ستكون غدا سيدة الميدان. أما اليوم فقد تميز بتسابق مع الزمن للمرشحين وأيضا لقادة الأحزاب السياسية من أجل استمالة ما لم يتم استمالتهم، وأيضا من أجل تبيان شروحات وتقديم وعود في الدقائق الأخيرة لكل من كانت لديه تساؤل. لكن الحقيقة هو أن لا أحد يعرف بالتحديد الصورة التي ستكون عليها الوضعية غدا في هذا الوقت بعد أن تكون مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها. طيب سنتابع أولا بأول تفاصيل كل هذه العملية، شكرا لعبد الرحيم الفارسي من الرباط ولعزة غريبة من مراكش ولابتسام حجاج من الدار البيضاء. الآن نتعرف في التقرير التالي مشاهدينا على أكثر على البرلمان المغربي، دوره في الحياة السياسية المغربية، كل هذا مع الزميلة فضيلة السويسي. منذ الإصلاح الذي شهده الدستور المغربي عام 1996 والسلطة التشريعية في المملكة تتألف من مجلسين، النواب والمستشارين. سنتعرف معكم مشاهدين اليوم عبر تقنية الواقع المعزز إلى تركيبة مجلس النواب أو ما يعرف أيضا بالغرفة الأولى. ينتخب أعضاء هذه الغرفة بالاقتراع العام المباشر لمدة 5 سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس. ينتخب رئيس مجلس النواب المغربي ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة. وفق القانون التنظيمي لمجلس النواب المغربي فإن المجلس يتألف من 395 عضوا منتخبا، 305 من أعضاء المجلس يتم انتخابهم في دوائر انتخابية متعددة المقاعد، فيما 90 منهم يتم انتخابهم على قائمتين وطنيتين مخصصتين لتعزيز المساواة بين الجنسين والشباب. وتحظى الغرفة الأولى من البرلمان المغربي بصلاحية أوسع في مجالي التشريع والرقابة مقارنة بصلاحيات مجلس المستشارين، ومن مهامها دراسة القوانين والتصويت عليها. من مهام مجلس النواب المغربي أيضا مراقبة العمل الحكومي بمساءلة الوزراء عن الإجراءات المتخذة لحل مشاكل المواطنين. كما يدخل مشاهدين ضمن اختصاصات الغرفة الأولى في البرلمان المغربي تقييم السياسات العمومية، ويخصص المجلس لهذا الغرض جلسة سنوية. معكم في هذه التغطية الخاصة بمجريات الانتخابات المغربية، سنتوسع أكثر في النقاش ونقرأ المؤشرات المتوفرة إلى حدود الساعة على الأقل. ينضم إلي هنا في الاستوديو ضيفي الكريمين، السيد الحسن أقرتيت الكاتب والباحث السياسي والأكاديمي والباحث السياسي محمد بودن، مرحبا بكما معي ضيفي الكريمين. الكل يترقب، يعني أحزاب، فاعلين سياسيين، مواطنين، الكل يحاول أن يتكهن بنتيجة هذه الانتخابات. هل من السهل أولا التكهن بنتيجة هذه الانتخابات؟ بداية شكرا على الاستضافة. أعتقد أن العملية أن التوقعات في جميع الحالات يعني تنحصر، الفوز سينحصر بين 4 أحزاب كبرى،
واعتقد على ان ستكون مفاجاه فيما يتعلق بالاحزاب المتوسطه او الاحزاب الصغيره نظرا للقسم الانتخابي الذي تم اعتماده. من جانبي اتوقع سقوط مدوي لحزب العداله والتنميه لاعتبارات كثيره ترتبط بتجربه الاداء الحكومي خلال 10 سنوات. تعرفون ان وبالاساس وكما تعرفون على ان حزب العداله والتنميه محسوب على الحركة الإسلامية بشكل عام، اعتمد على ازدواجية الخطاب، خطاب موجه للقواعد الشعبية وموجه للقاعدة الجماهيرية للحزب، وخطاب موجه للمؤسسات وللمكونات السياسية. الخطاب الأول هو خطاب مؤدلج بطبيعة الحال، يرتكز على الفكر السياسي لحركة الإخوان المسلمين بشكل عام. الخطاب الموجه للقوى السياسية والدولة هو خطاب عصري إلى حد ما، خطاب حديث. كذلك تجب الإشارة إلى أن أحد الأخطاء القاتلة التي ارتكبها حزب العدالة والتنمية هو اصطدامه بالحركة الجماهيرية، بالحركة الاحتجاجية، بالحركة المطلبية منذ صعود حكومة عبد الإله بن كيران إلى السلطة. وهنا أذكر بنقطة بملفين أساسيين، ملف التعاقد وكذلك ملف المتعاقدين، كذلك بملف المعطلين. ثم بعد ذلك جاءت ملفات دفعت بالحزب إلى العزلة السياسية، وخصوصا ما يتعلق بمشروع الفرنسا، كذلك المشروع المرتبط بقانون القنب، بالموافقة على القانون المتعلق باستغلال القنب الهندي لدواعي علمية إلى غير ذلك. ثم قضية التطبيع مع دولة إسرائيل، ثم لنصل الى القاسم الانتخابي. وتعرفون احد المخلفات، ساتمم هذه الجمله، احد المخلفات المباشره هو انقسام داخلي قوي وحد داخل صفوف حزب العداله والتنميه. استاذ محمد بودن، يعني استاذ الحسن أقاطيط يتوقع سقوط مدوي لحزب العداله والتنميه، هل تعتقد انه بعد ولايتين متتاليتين قاد فيها الحكومه، هل نفذ رصيد حزب العداله والتنميه لدى المغاربة؟ في الواقع سيدة فاتحة، حزب العدالة والتنمية فعلا أنهكته السلطة، والواقع أنه يعني اليوم أصبح لا يرتكز على إنجازات كبيرة ليعود بها إلى طبعا يعني صناديق الاقتراع ويعود بها إلى الهيئة الناخبة. ويمكن القول بأن الحزب في 2011 و2016 كان يعني على يقين بأنه سيحقق نتيجة كبيرة، لكن في 2021 يظهر بأنه دخل فترة عدم اليقين السياسي، بل يظهر بأنه يعني من خلال تغطيته للدوائر خاصة في الانتخابات الجماعية، هذا مؤشر كافي على أن الحزب حتى في انتخابات الغرف المهنية كان هناك يعني فقدوا الكثير من المقاعد، هل هذا مؤشر على ما يمكن أن تسفر عنه انتخابات يوم غد؟ أتصور أن انتخابات يوم غد رغم طبعا تآكل رصيد حزب العدالة والتنمية، ولكن أتصور بأن النتائج ستكون متقاربة، وأعتقد بأنها فعلا ستنهي مع القطبية الثنائية، ولكن قد تؤسس لمجموعة من الأحزاب التي يعني تتصدر المشهد السياسي، بمعنى أن سيناريو تشكل المشهد السياسي من جديد هو سيناريو قائم اليوم. ولكن رهان الحلول في الصدارة يعني ترفعه الكثير من الأحزاب، مهم بالنسبة للكثير من الأحزاب، انطلاقا من مجريات الحملة الانتخابية، برامج، كيفية تواصل هذه الأحزاب مع الساكنة. سيد الحسن، هل تتوقع أو من تتوقع أن يحل في الصدارة؟ أعتقد أن كما أشار الأستاذ، أعتقد بأنه سيكون هناك تقارب كبير بين الأحزاب الأربعة. النقطة الأساسية هو أن حزب العدالة والتنمية لن يتصدر الانتخابات. كذلك السؤال هو، كذلك أعتقد بأن المبتغى من وراء هذه الحكومة يعني هو دعم المؤسسات في المغرب، هو دعم الاستقرار السياسي والمؤسسات في المغرب، وبالتالي فأعتقد الهدف هو تشكيل أكبر تحالف حكومي، أكبر تحالف سياسي، أكبر تحالف حكومي لتحقيق هذه الغاية. ولهذا السبب
تم التصويت على ما يسمى على القانون على القاسم الانتخابي الذي يمكن الأحزاب الوسطى كذلك والأحزاب الصغرى من أن تكون حاضرة ضمن هذا ضمن هذا التحالف. على المستوى الحملة الانتخابية ينبغي القول على أن كل البرامج تتماهى فيما بينها سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي، على اعتبار أن في كنهها هي برامج ليبرالية ولا تختلف. ليس هناك برنامج إسلامي، ليس هناك برنامج اشتراكي، ليس هناك بمعنى يعني أن لم تعد المرجعيات هي التي تحكم برامج الأحزاب. الأخطاء القاتلة في العمل الحزبي وفي العمل السياسي الآن، وهو أحد أسباب الموت ما يسمى بالسياسة لا بوليتيك، أحد الأسباب هو أن لم تعد هذه الأحزاب تسترشد بالفكر السياسي وبالإيديولوجيا السياسية. والإشكال بالنسبة للنخب هو أنه عندما أصويت لبرنامج لحزب معين محسوب على الصف الاشتراكي، فمن الضرورة أن التحالف ينبغي أن يكون على أساس التقارب الفكري والسياسي. فالمفاجأة هو أنه بعد التصويت وأثناء تشكيل التحالفات يفاجأ النخب على أن هناك تحالف غير طبيعي، تحالف غير طبيعي. مثلا في عهد حكومة عبد الله بن كيران كان تحالف غير طبيعي بين حزب التقدم والاشتراكية المحسوب على الصف الشيوعي أو على الصف الاشتراكي مع حزب مرجعية فكرية رجعية وفق المنظور منظور الاتحاد الاشتراكي أو طب هل سنرى هذا النوع من التحالفات سيد محمد بودن؟ يعني بغض النظر عن المرجعيات الإيديولوجيات ومبادئ كل حزب، قد تدفع المصالح الشخصية لكل حزب إلى التحالف مع حزب بعيد فكريا عن يعني مبادئه كحزب، وبالتالي خصوصا في ظل القاسم الانتخابي الذي يفرض أن يكون هناك ائتلاف مكون من عدة أحزاب، هل سنشهد تحالفات من هذا النوع؟ في الواقع يعني في الديمقراطيات التي تعتمد الديمقراطية النسبية فبالتأكيد أن التحالفات مسألة حتمية. أعتقد بأن المسألة البرنامجية أو المسألة الإيديولوجية أعتقد بأنها تدوب لما يعني يحل أو يحين وقت تشكيل الحكومات. أعتقد بأن الهدف هو التوافق حول برنامج حكومي. البرامج الحزبية ستتحول في النهاية خاصة لدى الأحزاب التي ستشارك في الائتلاف الحكومي إلى برنامج حكومي. البرنامج الحكومي هو الذي طبعا ستذهب به يعني الحكومة المكلفة إلى البرلمان من أجل البحث عن الثقة. فأعتقد بأنه لكن هذه البرامج تستدعي يعني حد يعني أدنى من التوافقات الفكرية. هو في جميع الأحوال برامج الأحزاب في الانتخابات التشريعية يظهر بأنها فقط هناك تباين في ترتيب الأولويات، ولكن في النهاية متشابهة ومتموقعة في النموذج التنموي، متفقة على أنه ينبغي معالجة تداعيات جائحة كوفيد-19 على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. هناك اليوم ملفات معروفة ستكون من أسبقيات الملفات الموضوعة على طاولة رئيس الحكومة المقبل، هي الملف الاقتصادي، الملف الاجتماعي، وكذلك تنفيذ يعني الاتفاقيات التي أبرمت أمام جلالة الملك في عدة مناسبات ما يتعلق بالتصنيع، تصنيع اللقاحات والأدوية، وكذلك يعني ما يتعلق كذلك بالنموذج التنموي وغيرها. لذلك فأعتقد بأنه ستدوب كل الأفكار والمذهبية الحزبية أمام طبعا برنامج حكومي سيركز بالأساس على تنفيذ فعلا أن تكون هناك أفكار للأحزاب طبعا التي قدمتها للناخبين في الحملة الانتخابية. ستكون هناك أفكار، ولكن أعتقد بأنها لن تكون كل الأفكار في البرنامج الحكومي. أتصور أنه المحدد الأساسي هو يعني إيديولوجية الوطن اليوم، فبالتأكيد أن هناك انتظارات كبيرة من المواطنين، هناك يعني رغبة حتى في عدم انتظار 100 يوم الأولى، بمعنى أن الحكومة القادمة لا ينبغي أن يعني يكون يعني العائق الأول أمامها هو طيب عدم الانسجام فيما يتعلق بالأفكار. طيب ظروف فيروس كورونا أستاذ الحسن، هل صعبت على الحكومة المقبلة المهمة أم ربما جعلتها أسهل، بما أن الكل الآن يتوق إلى تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي صارت الأهداف أكثر يعني محددة في الفترة المقبلة؟ أعتقد بأن ظروف كورونا أثرت بشكل كبير أولا على العمل الحزبي.
تعرفون أن خلال سنتين كان غياب الأحزاب السياسية فيما يتعلق بموضوع كورونا، بمعنى أن الأحزاب السياسية كانت مغيبة في الحملات، سواء في الحملات للحد من الجائحة أو في على الأقل إعطاء مواقف إلى غير ذلك. بالنسبة أعتقد أن الرهان الأساسي والرهان الكبير الآن هو استعادة معدل النمو الذي حققه المغرب قبل جائحة كورونا، بمعنى أن تعرفون أن المغرب رفع السقف، أصبح المغرب يقدم نفسه كدولة صاعدة، كدولة قطب في المنطقة. أصبح المغرب يشتغل بشكل كبير على جلب الاستثمارات إلى غير ذلك. وأعتقد أنه من خلال الاطلاع على مجموعة من المشاريع خلال الأسابيع الأخيرة، أعتقد بأن سيكون هناك عوامل مهمة جدا ستساعد الحكومة القادمة في استعادة معدل النمو الذي تم تحقيقه قبل الجائحة. صحيح أن العملية ليست سهلة، ولكن في جميع الحالات سنؤسس على الأقل على الاستقرار الذي نحققه خلال الأشهر الأخيرة فيما يتعلق معدل النمو، فيما يتعلق بحفاظ بعض القطاعات خصوصا القطاعات الصناعية على الأداء ديالها. طيب نعود إلى مسألة التوقعات أستاذ محمد بودن، نسبة المشاركة هل تعتقد يعني مع أعداد المسجلين الجدد في لوائح الانتخاب والمنتخبين الجدد، كذلك مع تزامن ثلاث انتخابات مع بعضها محلية وجهوية وكذلك تشريعية في يوم واحد، هل نتوقع نسبة مشاركة أكبر من العام 2016؟ أتصور سيدتي أن هناك عوامل موضوعية تدفع إلى القول بأنه نسبة المشاركة في الانتخابات العامة للثامن من سبتمبر 2021 ستكون أفضل من سنتي 2011 و 16، وكذلك الانتخابات الجماعية والجهوية في 2015، لأنه هناك يعني جديد غير مسبوق في الحياة السياسية الوطنية يتعلق بدعوة الناخبين لموعد واحد بثلاث استحقاقات، وأعتقد بأن هذا غير مسبوق. ثم القرب، قضايا القرب ستكون حاضرة، بحيث أن المستشار الجماعي يبقى دائما قريب من الناخبين، وبالتالي فهو يعبئ بشكل كبير للمشاركة، وبالتالي فانتخابات الجماعية دائما كانت تعرف مشاركة أكبر من الانتخابات الأخرى. ولكن هذه المرة هناك طبعا مسار انتخابي يجمع بين ثلاث مواعيد، فضلا عن أن لا ينبغي أن نربط بين الإيقاع الذي كان في الحملة الانتخابية أو الذي وصفه البعض، هذا ما فعله الكثيرون. نعم، يعني انطلاقا من مشاهداتهم في الحملة الانتخابية. نعم، قالوا إن هناك عدم مبالاة للمواطنين وعدم يعني اهتمام بالمشاركة في هذه الاستحقاقات. نعم، أستاذ الحسن، في حالة العزوف يعني كيف سيؤثر إذا كان هناك عزوف بنسبة كبيرة على الإصلاحات التي في لحد ما مع الأستاذ فيما يتعلق بنسبة المشاركة؟ قد تكون بالمقارنة مع 2016 ربما تكون نسبة المشاركة أكثر، ولكن ستبقى ضمن ما يسمى ضمن ظاهرة العزوف بشكل عام، وهذه لأسباب موضوعية وأسباب ذاتية. تعرفون الأسباب الذاتية مرتبطة جدا بالمنظمات الحزبية، من بين الأخطاء القاتلة للمنظمات الحزبية والتي هو تهميش الحركة الشبابية داخل الأحزاب السياسية، هو أن الحزب كان مطالب، الأحزاب بشكل عام وخصوصا أحزاب الصف الوطني الديمقراطي وكذلك بعض الأحزاب التي يمكن أن نسميها بالأحزاب الإدارية أو الأحزاب التقليدية بشكل عام، أن كان ينبغي أن تعرف ما يمكن أن نسميه بمأسسة، بمعنى أن تتحول إلى مؤسسات ذات هياكل تنظيمية، وكذلك أن تسود التقاليد الديمقراطية على مستوى الهياكل التنظيمية لهذه الأحزاب لتشبيب أطر الأحزاب السياسية. طيب، هناك من يتحدث يعني في خضم هذه الحملة، لأن أهم شيء، لأن هناك عمل أفقي يطال 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 عامة الشعب المغربي، وهناك عمل عميق على المستوى المنظمة لتقوية عود المنظمة من خلال إعطاء أهمية كبرى للشبيبات الحزبية. للأسف الشديد منذ
حكومة التناب إلى حدود الآن، نلاحظ على أن هناك غياب للشبيبات الحزبية، وبالتالي هناك ترهل على مستوى بعض القيادات الحزبية. والأهم في هذا المعطى هو أن بالمقارنة مع المؤسسات الدولة التي تطورت بشكل كبير، الأحزاب السياسية لم تتطور مع لم تحقق هذا التطور إلى جانب مؤسسات الدولة التي انفتحت أكبر. وهنا أتذكر، والأستاذ يمكن قد يعزز ما أقول، هو أن مثلا مشاريع الإصلاح التي قدمتها الأحزاب في 2011 كانت غير كافية في نظر القصر، وأعادها الأحزاب السياسية لتكون أكثر جرأة على مستوى الإصلاح. كذلك حينما عين الملك لجنة لتشتغلت على النموذج التنموي، كان من الأجدر أن الأحزاب هي التي ينبغي أن تشتغل على 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 النموذج التنموي، على اعتبار أن الأحزاب مطالبة بتقديم مشاريع مجتمعية فيها ما هو اقتصادي، ما هو سياسي، ما هو ثقافي، ما هو غير ذلك. وعليها فقط أن تنفذ. وأتمنى فعلا أن تكون المفاجأة، أن تكون مشاركة أكثر. شكرا جزيلا، انتهى وقتنا. شكرا أستاذ الحسن أقرطيط، شكرا أستاذ محمد بودن على المشاركة في هذه النافذة المغربية. وصلنا إلى نهايتها.